انا عارف ان الحماس والجرينده حاجه كويسه في القياده الفنيه للمدربين اللي عندنا هنا في مصر، ولكن الكابتن حسام حسن ماشي بمبدا لازم اجيب جون في اول 10 دقائق، لو ما عملش حاجه في 10 دقائق الماتش هيتعقرب ويتصعب عليا، وده بالظبط اللي حصل النهارده في مباراه موريتانيا. النهارده منتخب مصر نزل في المباراه او في بدايه الشوط الاول بتشكيل فيه زخم هجومي كبير جدا، ولكن باستغلال خاطئ واضح جدا من حسام حسن، رامي كل اوراقك الهجوميه ومخلي واحده بس جنبك على الدكه وهي راس الحربه مصطفى محمد، وبقيه اللاعبين الهجوميه القويه عندك راميهم وبايعهم في اول المباراه، سلمتهم تسليم اهالي للمدير الفني امير عبده ومدرب موريتانيا، قفل كل مفاتيح لعبك وقفل المنطقه الدفاعيه بتاعته بشكل رائع جدا، وقدر يخرج الشوط الاول مع اقرب ومتعادل سلبيا على ارضك. فانت نزلت الشوط الثاني يشاء القدر ان محمد عبد المنعم يتصاب وتنزل مصطفى محمد وتلعبها 3-4-3 وتعدل الدنيا، وبخبرة وذكاء محمود تريزيجيه تقدر تسجل الهدف الاول في مرمى موريتانيا. بعد كده لما موريتانيا فتحت ملعبها وفتحت لك الدنيا قدرت تسجل الهدف الثاني، منتخب مصر يفوز على موريتانيا بهدفين مقابل لا شيء علشان نضمن اول 9 نقاط او التسع نقاط من اول 3 مباريات في التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2025. منتخب مصر يفوز ويحسم التاهل بشكل شبه رسمي، ويتبقى لنا نقطة واحدة من 3 مباريات متبقية في تصفيات مؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025. أرقام رائعة وفوز ممتاز، ولكن استغلال خاطئ وتكتيك مش مفهوم شوية في بداية المباراة، ولكن مجمل المباراة نقول جيد جدا. وتعالى نتكلم تحليليا وتكتيكيا عن مباراة منتخب مصر وموريتانيا، لكن قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا فانزل حالا بلا فعلا اعمل لايك الفيديو واعمل سبسكرايب القناة، عايزين نوصل ل 5000 متابع في أقرب وقت، ويلا قبل ما تخلص عايزين نعمل 5000 متابع بقى بسرعه، واعمل لايك على الفيديو ده ووصله ل 50 لايك، ويلا بينا على مباراه مصر وموريتانيا. طيب انا اول ما شفت تشكيل منتخب مصر في قبل ما الماتش يبدا قبل المباراه تقريبا بساعه او بساعه وربع كده او بساعه الا ربع تقريبا، التشكيل بتاع منتخب مصر كان جاهز ونزل على كل مواقع السوشيال ميديا، وانا شفته وشفت ان هو تشكيل من الناحيه الدفاعيه وناحيه خط الوسط، الناحيه الدفاعيه تشكيل منطقي، من ناحيه خط الوسط والناحيه الهجوميه هو تشكيل صعب شويه عليا او على اي حد يقدر ان هو يقول أو لا قصدي يعني سهل ان هو يقدر يقول او يتوقع طريقه اللعب. هو طريقه اللعب انت هترمي مرموش في الرقم 9 او راس الحربه الصريح، وتريزيجيه وصلاح وينجات، وتحتيهم زيزو لاعب حر بيتحرك على الجناحين او لاعب بيلعب رقم 10. طيب التشكيل ده النهارده فريق موريتانيا او كابتن حسام حسن ما قدرش ان هو يقرا فريق موريتانيا قبل المباراه، ما قدرش ان هو يتفرج على طريقه لعب فريق موريتانيا وعلى طريقه لعب امير عبد قدام المنتخبات الكبيرة اللي عندها زخم ونجوم كبيرة جدا في المنطقة الهجومية، بالذات ان انت عندك كوكبة من النجوم في الفترة دي لاعب زي محمد صلاح وهو اسطورة منتخب مصر، ولاعب زي مرموش اللي مقدم ارقام عالمية في الدوري الالماني وكل فرق العالم دلوقتي عينيها عليه، وكمان في يناير ممكن نلاقيه من فرق التوب 6 في انجلترا، وعندك لاعب زي تريزيجيه في اي موعد وطني بتلاقيه حاضر بدنيا وذهنيا وكل شيء، تريزي جول موجود، فانت عندك كوكبه من النجوم دي في خط الهجوم امير عبده بيقدر ان هو يقفل عليهم ويعمل خطه دفاعيه محكمه علشان يقتل لك كل الاوراق دي او يقتل لك كل مفاتيح لعبك، وده بالظبط اللي عمله امير عبده في الشوط الاول واربك حسابات حسام حسن. حسام حسن اللي رمى بلعبته ورمى كل اوراقه الهجوميه في المباراه دي من بدايتها، وقال لك سيبها على البحري وارميها وزي ما تيجي تيجي، انزل بالحماس والجريندا وخلي لعبتنا تجيب هدف في الدقيقه في اول 10 دقائق ولا حاجه، ولكن ده ما حصلش وما قدرناش نجيب هدف في اول ربع ساعه زي ما متعودين مع كابتن حسام حسن ان هو بينزل عايز يسجل في البدايه، عاوز يقتل المباراه او يربك حسابات الخصم من بدايه المباراه، وان هو يسجل في اول ربع ساعه ما قدرش يسجل النهارده في اول ربع ساعه، قدر ان المنتخب الموريتاني يقفل عليه مفاتيح لعبه واحنا ما قدرناش
نعمل اي حاجه في الهجوم. من هنا نقدر نقول ان الكابتن حسام حسن بيتحط في اختبار ممكن نقول عليه اختبار نسبيا صعوبه، ولكن انت بتقدر تستحوذ على منطقه نص الملعب او تستحوذ على المباراه في الشوط الاول، ولكن استحواذ شبه سلبي، لان النهارده لولا وجود مروان عطيه في نص الملعب كنت ممكن في المرتدات تاخد على عينك وتاكل على وشك من مرتدات موريتانيا. ولكن النهارده وجود مروان عطيه في نص الملعب اثبت ان هو وجوده كلاعب رقم 8 في نص الملعب جنب حمدي فتحي يقدر ان هو يسد لك مناطق الدفاعيه بشكل رائع جدا، وشفناها في الشوط الاول. لان انت زي ما بقول لك كده، لولا وجود مروان عطيه كنت ممكن تاكل على وشك هدف ولا حاجه في الشوط الاول على ارضك ووسط جمهورك، ولكن من وجود مروان عطيه انت ما قدرتش تستقبل هدف وقدرت تستحوذ استحواذ قلت لك زي ما قلت لك كده استحواذ يعني سيء او استحواذ سلبي على المباراه، ما قدرتش تترجمه الى هجمات. كان وجود بقى لاعب رقم 10 او لاعب صانع لعاب قوي في منطقه رقم 10 الحته اللي لعب فيها النهارده زيزو كان ممكن تديك حاجه جميله جدا في وجود مرموش وتريزيجيه وصلاح والثلاثه سرعاتهم قويه جدا، كنت ممكن تقدر تضرب الدفاعات او خط الدفاع المتكتل المتكثف قدامك في المنطقه الهجوميه. وجود لاعب رقم 10 عنده لمسه سحريه ترمي لك اللعيبه دي لقدام كان ممكن يخلص لك الماتش ده من اول 10 دقايق. شفنا في المباراه او في الشوط الاول بالذات اللاعب رامي ربيعه او محمد عبد المنعم او مروان عطيه او حمدي فتحي الاربع لاعبين لما بيستلموا الكوره في عمق الملعب او في الحته اللي في نص الملعب دي او في المنطقه الدفاعيه، بس هي في العمق ولا هي على الاطراف ولا هي على الوينجات، بيقدروا ان هم يعملوا كرات طويله لقدام او كرات تشب من ورا المدافعين، ولكن الكرات دي كانت ينقصها اللمسه السحريه او اللمسه اللي تودي اللعيبه بتاعتنا للناحيه الهجوميه القويه جدا او توديها من تو مان قدام حارس المرمى الموريتاني. حارس المرمى الموريتاني النهارده اللي قدر يتصدى لثلاث اهداف في الشوط الاول، ولكن هو الثلاث كرات دول بس اللي يعني جوله في الشوط الاول، ولولا الثلاث او غير الثلاث كرات دول ما شفناش اي حاجه على مرمى موريتانيا، فعشان كده بقول لك هو استحواذ سلبي في الشوط الاول لمنتخب مصر. يبقى الشوط الاول عندنا السلبيه اللي فيه ان انت رميت كل اوراقك الهجوميه دون قرايه او قراءه للخصم بتاعك النهارده هو خصم موريتانيا امير عبده، ما قريتش اللعب بتاعه، ما قريتش طريقته الدفاعيه، ما قدرتش تقرا الطريقه الدفاعيه بتاعته لما بيكون قدامه خصم صعب او خصم قوي، انت ما حضرتش لده، ما حضرتش للقرايه بتاعته، فانت تفاجات ان هو بيدافع كويس، بيدافع بقوه رائعه جدا، بتكتيك رائع جدا، فقفل لك كل مفاتيح لعبك، فخرجت من الشوط الاول ايدك ورا ظهرك ومش قادر تعمل اي حاجه غير ثلاث هجمات من ثلاث تسديدات، يعني حتى ما فيش كوره متقسمه اتلعبت حلوه واخترقنا مثلا خط الدفاع اللي كان متكتل ده قدامنا، وده ما شفناهوش في الشوط الاول. عشان ننزل الشوط الثاني وكان لابد من ما بين الشوطين تقدر تعمل تغييره اللي انت عملتها بعد اصابه محمد عبد المنعم، كان لازم ما بين الشوطين تنزل لاعب رقم 9 اللي هو مصطفى محمد تلعبه قدام وتنزل زيزو وتلعبه في نص الملعب على الوينج اليمين في نص الملعب، والشوطين تعمل تبديله تخرج احمد عيد وتنزل اللاعب مصطفى محمد وتلعب مصطفى محمد قدام، وكنت تلعبها محمد عبد المنعم ورامي ربيعه وجنبهم حمدي فتحي، او تخلي محمد حمدي ورا وحمدي فتحي في المنتصف. ولكن زي ما بقول لك كده لو حمدي فتحي ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم ثلاثه ورا وقدامهم اربعه اللي هم زيزو مروان عطيه ومحمد حمدي وتريزيجيه في نص الملعب، كنت تخلي تريزيجيه اللاعب رقم 10 او اللاعب اللي واخد مواصفات اللاعب الخط الوسط الهجومي من العمق، تدخله في العمق تحت مصطفى محمد وتحت مرموش وتحت محمد صلاح، كانت تبقى 3 4 3 في الرسم الخططي و3 3 3 4 في الرسم الهجومي بتاعك، اللي انت تخلي 3 تحت مصطفى محمد و3 تحتهم، فكانت هتبقى تشكيله قويه جدا بدايه الشوط الثاني عشان تقدر تخطف في بدايه الشوط الثاني. ولكن يشاء القدر ان محمد عبد المنعم يتصاب وتخرج عبد المنعم وتنزل مصطفى محمد اللي هو كده كده اصلا انا كنت قاري ان حسام حسن عايز يعمل كده قبل ما محمد عبد المنعم يتصاب، يعني حتى لو محمد عبد المنعم ما كانش اتصاب كان هيطلع لاعب من ورا ابرزهم احمد عيد على ما اعتقد، كان لازم يطلع احمد عيد، مش فورمته او مش مباراته او مش يعني اللعب اللي اتحمل عليه ضغط كمباراه دوليه مع منتخب مصر. اي نعم
نعم هو لاعب كبير، ولكن انت لازم تديله حته في حته، حبه في حبه، ما تديلوش المباراه من اولها، ما تديلوش تحطه ضغط ان هو بيلعب مباراه من بدايتها، وبيلعب تحت مين؟ بيلعب تحت محمد صلاح. كان لازم ولا بد ان احمد عيد يطلع ما بين الشوطين وتنزل لاعب زي ما قلت لك كده، ان انت تلعبها 3 4 3 عشان تقدر تعمل زخف هجومي قوي جدا، وعندك لاعب يقدر يلعب لك كوره من ورا المدافعين، وعندك لعيبه تقدر تطير على الونجات في ظهر محمد صلاح وظهر مرموش، كنت استفدت بسرعات مرموش على الناحيه اليسرى. فما اتعملتش في بدايه الشوط، ولكن اتعمل بعد صوت محمد عبد المنعم، وبعديها على طول بخبره وذكاء تريزيجيه، وشفت تحركاته في الركنيه بعد ما الكره اتلعبت وردت لزيزو، كل اللعيبه بتاعه منتخب مصر خدت لعيبه موريتانيا ودخلتها جوه السكس يارد علشان منتظرين عرضيه زيزو اللي اتلعبت جميله جدا مواجهه لنقطه ضربه الجزاء، وتردت من لعيبه موريتانيا علشان بتحركات تريزيجيه الرائعه جدا نزل واستناها تحت، واستنى الكره الثانيه عشان يدي واحده بوش رجله بوم تخبط في الشبكه وتعمل لك صوت يرج استاد القاهره اللي كان فاضي او كان فيه بعض الالاف الف ولا اتنين في المدرجات. ولكن هدف رائع جدا من لاعب مميز جدا من لاعب ذكي جدا، هدف فتح لك الماتش، فتح لك الدنيا عشان تاخد جون اول في منتصف الشوط الثاني، وبعد كده بقى الدنيا تفتح من موريتانيا، وكوره رائعه جدا تلعب من نص الملعب لمحمد حمد اللي بياخد الباك الشمال طيران وبيلعبها اسيست رائع جدا لمحمد صلاح اللي ربط جنب محمد حمدي وهو بيطير، صراحه كان بيطير، خد الاسيست حطها بيمينه عشان يسجل هدف رقم 58 ليه في المباراه رقم 101 ليه مع المنتخب المصري. عايزين مش عايزين المتابع، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فاوعى تنسى تنزل حالا بلا فعلا تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه وتخليك دايما مع ملعب فتحي، عايزين نوصل ل 5000 مشترك، فاعمل لايك واعمل سبسكرايب. دمتم في امان الله.